السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا موفقين كده في الاختبارات، وبإذن الله بكرة يكون الاختبار سهل عليكم بإذن الله تعالى. أتأكد بس من حضراتكم الصوت واصل لو سمحتم. أشكركم جزيل الشكر. أردت أن في مشكلة في الشاشة. طيب اليوم إن شاء الله بنعمل مراجعة سريعة للأشياء اللي احنا أخذناها. وبداية أنا بحاول أنوه لحضراتكم من البداية عشان ما حدش يسأل هاي الأسئلة اللي أنا هقولها. يعني أنا هرجع من ضمن الأسئلة اللي إحنا أخذناها، يعني الأسئلة اللي إحنا أخذناها خلال الفصل الدراسي الصيفي. على كل فصل كنا بناخد أسئلة، دي هرجعها، هرجع بعض منها. مش معنى كده إن أنا بنتقي بعض الأسئلة إنها تيجي في الاختبار، لا. يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش، لأنها أسئلة شاملة ومن نفس الأسئلة اللي أنتوا أخذتوها. فأنا بس بجاوب على السؤال مسبقا قبل ما حضراتكم إيه تسألوني وتقولوا لي هل الأسئلة دي إن شاء الله جاية ولا مش جاية. ما أعرفش إن كانت جاية ولا مش جاية، هي بس مجرد أسئلة من نفس الأسئلة اللي أنتوا أخذتوها في خلال هذا هذا الفصل. بس هي عبارة عن عملية مراجعة سريعة بما سبق أن أخذناه في اللقاء الحاكم. طيب جاهزين معايا نبدأ؟ نبدأ مع بعض الأسئلة إن شاء الله. أخذنا مثلا على سبيل المثال في سؤال بيقول أحضركم وتجاوبوا معايا. تتحدد المستويات الاستراتيجية على مستوى المنظمة في الآتي: ألف المستوى المالي فصلة والإنتاجي فصلة والمخزون، ب المستوى التخطيطي فصلة والتنظيمي والتنفيذي، ج مستوى الوظائف العامة والتنفيذية، د مستوى المنشأة مستوى الأقسام مستوى الوظيفة. مستوى المنشأة مستوى الأقسام مستوى الوظيفة. أنا مش شايف إجابات، يعني يبدو أن في مشكلة. أنا شايف بعض الناس بتقول دال. طيب تمام برافو علا وريم وائل وهند. تمام الإجابة فعلا هي دال، اللي هو مستوى المنشأة مستوى الأقسام ومستوى الإيه الوظيفة. طيب تمام. يعني أنا في حد والله انا فاتح يعولها، يعني انا مش عارف، يعني هو في مشكلة موجودة انا مش عارف ايه المشكلة. يعني انا حاسة عندي فيش على الشاشة في شكل غريب كده، يعني بس انا فاتح الدردشة لحضراتكم. احاول تاني مرة تانية او مرة ثالثة، يعني انا بتأكد عليها بعد كده. تمام. طيب تمام. السؤال اللي بعده كده بنقول عملية إدارة الاستراتيجية عملية ديناميكية مستمرة، لأنها نقطتين: تتيح استخدام جوانب القوة لاستغلال الفرص، ب تتيح استخدام جوانب القوة لاستغلال نقاط الضعف، ج تتيح استخدام جوانب الضعف لاستغلال نقاط القوة. بل جميع ما ذكر هذه إن شاء الله فعلا الإجابة ألزم. بركم تفضلتم فاطمة وريم وآيات ومنيرة، ما شاء الله كلكم منتزين، وفاطمة وعيد وأريش وعبير وعجايب ونور إن شاء الله، وغالية ولطيفة وحصة غالية تعدل ووظيفة تعدل وحصة تعدل. الإجابة ألف.
اللي هي انها بتتيح استخدام جوانب القوة عشان نستغل الفرص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يتم وضع الاهداف العامة والاستراتيجيات الخاصة بها من خلال يتم وضع الاهداف العامة متعرفين الاهداف العامة تحتاج استراتيجيات ها؟ طيب يتم وضع الاهداف العامة والاستراتيجيات الخاصة بها من خلال ألف تحديد نقاط القوة والضعف في المنظمة ب تحديد الفرص والتهديدات المتاحة أمام المنظمة ج التعرف على نواحي القوة والضعف لدى المنافس د أ وب معا د أ وب معا برافو عليكم هايدين ان شاء الله. ألف صحيح ان انا بستخدم جوانب ان بستخدم الفرص اللي قدامي وبستخدم نقاط القوة والضعف عشان استغل هذه الفرص وبالتالي بتكون اجابة ألف وباء الاثنين مع بعض. طيب وزي ما نوهت على حضراتكم قبل كده قلتلكم انا ممكن اغير شكل الاسئلة فيها مشكلة بتقولي ما فيش مشكلة يعني ممكن مثلا بدل ما هي ألف وباء ممكن اخليها ألف بس ها تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يتم وضع الأهداف العامة والاستراتيجيات الخاصة بها من خلال احنا أجبنا السؤال دي قبل كده أجبنا عليها قبل كده خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول احنا أخذنا في السؤال اللي فات اللي هو الأهداف العامة السؤال ده بناخد الأهداف الفرعية أو التشغيلية بيقول يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها من خلال الرقم عارفين لما أقول أهداف عامة يبقى لازم استراتيجيات معاها ولما أقول أهداف فرعية يبقى لازم سياسات معاها. طيب يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها من خلال ألف تحديد الأعمال الأساسية والثانوية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات جيم تحديد الأهداف العامة والاستراتيجيات د قياس الاداء الفعلي تمام برافو عليكم هايدين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا كده مش خايف عليكم بكره ان شاء الله تكونوا ممتازين ان شاء الله تبقوا ممتازين ان شاء الله. طيب برضو دي في الفصل الثاني بعض الاسئله لا ما فيش يا احلام ما فيش انا بس بديكم شكل الأسئلة إيه؟ أنت المهم تعرفي اتجاه السؤال ماشي إزاي؟ أما مش هيبقى فيه بكرة لا شيء مما ذكر ولا جميع ما ذكر مش هيبقى فيه خلاص؟ طيب نبدأ نشوف بقى السؤال اللي بعد كده تتمثل الأدوار التي تقوم بها الإدارة العليا في الآتي عارفين الإدارة العليا كانت بتقوم ببعض الأدوار منها ألف دور الاستخبارات التسويقية في البيئة الخارجية دور الاستخبارات التسويقية في البيئة الخارجية ب دور الاستخبارات الإنتاجية في البيئة الداخلية جيم أدوار العلاقة فيما بين الأفراد فصلة والمعلومات واتخاذ القرارات ما شاء الله تمام كله ممتازين ما شاء الله فعلا الإجابة هي أن الإدارة العليا بتقوم بدور العلاقة بين الأفراد والدور المعلوماتي ودور اتخاذ القرارات. طيب السؤال اللي بعد كده يقول يتحدد مفهوم المهارات الإنسانية للمدير يتحدد مفهوم المهارات الإنسانية للمدير الاستراتيجي في قدرته على ألف أنا بتكلم على المهارات الإنسانية تعرفين كان عندنا ثلاث مهارات ها أنا بتكلم على المهارات الإنسانية فقط يتحدد مفهوم المهارات الإنسانية للمدير الاستراتيجي في قدرته على ألف التعامل مع المعلومات الأولية والثانوية ما لا يريد مش صح تقصد يعني طيب ماشي أنا فهمتك الآن. طيب ده التعامل مع الحاسبات الآلية
جيم التعامل مع الآخرين لتحقيق الأهداف. جيم التعامل مع الآخرين لتحقيق الأهداف. ما شاء الله هيلين 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 كلكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجة جميلة. معلش يا سامي بقول الأسئلة القديمة أو أسئلة جديدة. لا يا سامي هي نفس الأسئلة اللي أنا أعطيتها لكم الأسئلة القديمة اللي أنا في نهاية كل فصل كنت بعطيكم مجموعة من الأسئلة هي نفس الأسئلة اللي أنا براجعها معاكم الآن ونفيت على ذلك في بداية المحاضرة. هي نفس الأسئلة ما بغيرش هي نفس الأسئلة خلاص. يعني أنا براجع لكم من نفس الأسئلة اللي أنتم أخذتوها وبنتقي بعض الأسئلة ونبهت على ذلك. قلت مش معنى ان انا بنتقي بعض الاسئله ان انها تيجي بكره في الاختبار. الله اعلم ممكن تيجي ممكن يجيش ممكن يجي جزء منها. الله اعلم. برضو تذكروا كل الاسئله مش معنى كده ان انا براجع لكم بعض. انا بس بنتقي بعض الاسئله ليه؟ لان المقرر كبير ولو اخذت كل الاسئله مش هقدر اغطيها في وقت المحاضره عشان كده انا بنتقي. ولذلك يجب ان تذكروا كل الاسئله بس دي اسئله مختاره بحاول ان انا اختبر مدى قدرتكم على الفهم خلال الفصل الايه اللي كان. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ترتبط المهارات الفكريه. ترتبط المهارات الفكريه. احنا السؤال اللي فات كان عن المهارات الانسانيه. هذا السؤال عن المهارات الفكرية. ترتبط المهارات الفكرية كإحدى المهارات الأساسية للمدير الاستراتيجي بنقطتين. ألف قدرته على التعامل مع الآخرين. قدرة المدير على التعامل مع الآخرين فكرية ولا إنسانية؟ طيب ماشي أوكي أنا موافق. ب قدرته على التعامل مع التكنولوجيا. ما ينفعش برضه. طيب اوكي ب قدرته على التعامل مع التكنولوجيا. ج قدرته على التعامل مع سياسات المنافسين. يعني لا تتسرع يعني. د قدرته على فهم الامور المعقده. د قدرته على فهم الامور الايه؟ المعقده. ما شاء الله انا مش ملاحق عليكم يعني انتم ما شاء الله يعني عدد كبير مشترك اليوم معانا والكل بيداوم صح ما شاء الله عليكم. يعني انتم ممتازين ما شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول احنا في الفصل الثاني نزلنا في الفصل الثاني في اسئله الفصل الثاني. يتحدد المحتوى العام او الوظائف الرئيسيه لاستراتيجيه النشاط في الاتي. يتحدد المحتوى العام او الوظائف الرئيسيه لاستراتيجيه النشاط في الاتي. الف وضع الأهداف التشغيلية للإدارات. وضع الأهداف التشغيلية للإدارات. ب التنسيق بين الاستراتيجيات الوظيفية. ج التنسيق بين الاستراتيجيات التشغيلية. ما شاء الله. د وضع ميزانية الإدارات الوظيفية. فعلا هي الإجابة ب ما شاء الله عليكم هي التنسيق بين الاستراتيجيات الوظيفية. طيب السؤال اللي بعد كده من المكونات او المعايير الرئيسية في الفصل الثالث. من المكونات او المعايير الرئيسية لصياغة وتقييم الرسالة. مكونات رئيسية هم العشر اللي احنا اخذناهم هم معايير للصياغة وفي نفس الوقت معايير للتقييم زي ما اتفقنا. الف المنتج والعملاء والاسواق وفهم الذات. المنتج والعملاء والاسواق وفهم الزائر. طيب اكمل السؤال ما شاء الله. طيب اكمل السؤال. ب التنافسيه الحاليه والمتوقعه. ج التميز عن الاخرين. د لا شيء مما ذكر. فعلا الاجابه على السؤال دوت اللي هي المكونات او المعايير الرئيسيه لصياغه الرساله هي المنتج والعملاء والاسواق وفهم الزائر. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول من المواصفات التي يجب ان تصاغ في ضوءها الرساله الجيده. من المواصفات التي يجب ان تصاغ في ضوءها الرساله الجيده. ما هي؟ ا ب
ضمان تناسق الغرض العام للمنظمة مع الناس، ضمان تناسق الغرض العام للمنظمة مع المنافس. ب أن تصاغ بشكل واضح ومفهوم، أن تصاغ بشكل واضح ومفهوم. ج أن تعمل على تقييم كل من الأنشطة الحالية والمتوقعة، أن تعمل على تقييم الأنشطة الحالية فيها حاليا والمتوقعة ب ب وج معا. برافو برافو برافو، هايلين 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 ان شاء الله. فعلا الاجابه هي، في ناس كتبوا دال في ناس كتبوا باء وجيم، فعلا الاجابه هي باء وجيم معا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من ابرز التغيرات المتلاحقه، من ابرز التغيرات المتلاحقه التي تواجه المنظمه في البيئه الخارجيه ما يلي. انتوا اللي تستاهلوا كل خير يا معاذ، والله انتوا ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب من ابرز التغيرات المتلاحقه التي تواجه المنظمه في البيئه الخارجيه ما يلي: الف هولمه العمليه الانتاجيه، ب ازكاء روح التنافسيه الحاده، جيم زيادة قيمة المعرفة. ما شاء الله هيدين فعلا، ألف صحيحة كلها، برافو برافو كلها جميعا تمام. ألف صحيحة وباء صحيحة وجيم صحيحة وكاري، بيبقى كل الإجابة إيه جميعا ما صبر. وقلت لكم قبل كده أنا ممكن أخليها إجابة واحدة بس، فيها مشكلة؟ أنتوا بتقولي مفيش مشكلة، أنا بكرر كم مرة، يعني أنا بقول أكثر من مرة، ممكن أغير شكل الأسئلة وأخلي إجابة واحدة بس فقط، ها؟ مفيش مشكلة، صح؟ طيب، قبل ما أبدأ في أسئلة الفصل الرابع، أنا عاوز أوضح لكم بس إيه بعض الإرشادات السريعة. رجاء وأنتوا بتراجعوا اليوم، لا تعتمدوا على الأسئلة اللي أنا بعطيها اليوم فقط بس. انا بقول انا باخد عينه فقط، باخد عينه ممكن تيجي ممكن ما تيجيش، ممكن يجي جزء منها، بكرر ثاني وثالث ورابع. انتوا تجيبوا الاسئله قدامكم كلها، الاول تقروا الفصل قراءه سريعه، بعد ما تقراوا الفصل قراءه سريعه في دقيقه او دقيقتين، الفصل مش هياخد معاكم بالضبط دقيقه او دقيقتين بالظبط، قراءه سريعه، تجيبوا الاسئله امامكم بدون اجابات خالص، يعني تحطوا الاسئله بدون اجابات، وتحاولوا تقروا السؤال وتحاولوا تجاوبوا على السؤال من غير ما تبصوا للاجابه. هي دي اسلم طريقه، عشان لو غيرت شكل الاجابه ما تتلخبطوش. انا عايزكم فاهمين مش حافظين، خلاص. وتلجاوا للاجابه لو انتوا حسيتوا ان فيه ايه مشكله، ما انتوا يعني الاجابه مش سليمه، يعني تلجاوا للاجابه، وبالتالي تحطوا تقروا السؤال الفصل الاول، وبعدين تحطوا الاسئله امامكم بدون اجابات، وتحاولوا تقروا السؤال وتجاوبوا، ولا تلجاوا الى الاجابه الا في حالات نادره، في حاله عدم التاكد فقط. والأسئلة على الفصول شاملة تماما. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من المتغيرات الاجتماعية التي تمثل فرصة أو تهديد للمنظمات ما يلي؟ المتغيرات الاجتماعية، من المتغيرات الاجتماعية التي تمثل فرصة أو تهديد أمام المنظمة ما يلي: ألف التكنولوجيا المتاحة حاليا، ب معدلات الضرائب، جيم الدخول والموازنة، دال التوزيع العمري للسكان ومعدلات الهجرة. تمام برافو برافو عزيزين. طيب السؤال اللي بعد كده على المتغيرات الاقتصادية، ماشي، بيقول ايه: من اهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمات، من اهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على المنظمات ما يلي؟ الاقتصادية، ها، معدلات الهجرة الداخلية والخارجية، تمشي معانا؟ معدلات الهجرة تمشي مع الاقتصادية. طيب ب اتجاه المرأة إلى سوق العمل، جيم معدلات التعليم للدولة، ب لا شيء مما ذكر، ب برافو، ولا إجابة صحيحة. ممكن في الحالة ديت أشيل ده وأحطه لكم متغير اقتصادي بالظبط كده، زي ما علا في دماغنا كده، أشيل ده وأغيرها، عشان كده بتكرر معاكم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: من وسائل جمع البيانات الأولية
داخل المنظمات ما يلي من وسائل جمع البيانات الأولية داخل المنظمات ما يلي. ألف الاستبيان والملاحظة للعملاء. ألف الاستبيان والملاحظة للعملاء. باء الدوريات والصحف. جيم سجلات الشركات والهيئات الحكومية. دال لا شيء مما ذكر. برافو عليكم هلين 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 هلين. ألف هي فعلا ألف. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول نتحدد المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات في الآتي. عارفين ان عندنا مصدرين للمعلومات ها؟ طيب نتحدد المصادر الأساسية للمعلومات داخل المنظمات في الآتي. ألف المصادر الإقليمية والمحلية. ينفع الكلام ده عيد انتوا فاطمة ما ينفعش يا عبير. طيب ب المصادر الاستراتيجية للمنافس ما ينفعش برضه. جيم المصادر الداخلية والخارجية. دال المصادر الأولية والثانوية. دال المصادر برافو فعلا هي المصادر الأولية والإيه والثانوية هم دول المصدرين اللي عندنا. طيب لازم مغير يا نور لازم مغير يعني تغيير بسيط إن شاء الله يعني نوير إن شاء الله يعني تغيير بسيط بإذن الله. طيب مش هيأثر عليكم يعني. بعد كده في سؤال بيقول إيه تتمثل استراتيجيات النمو المكثف في الآتي. وإياك إن شاء الله يا مرام إن شاء الله جميعا. تتمثل استراتيجيات النمو المكثف في الآتي. ألف استراتيجية التكامل الأمامي والخلفي. استراتيجية التكامل الأمامي والخلفي. ب استراتيجية التنوع الأفقي والمختلط. استراتيجية التنوع الأفقي والمختلط. جيم استراتيجية التنوع المتراكز. دال استراتيجية غزو وتطوير السوق. دال استراتيجية غزو وتطوير السوق. فعندنا غزو وتطوير المنتج أيضا برافو عليكم فعلا إجابة هي استراتيجية غزو وتطوير السوق وتطوير الإيه؟ المنتج. هينين ما شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يمكن للمنظمة أو الشركة أن تحقق النمو من خلاله. يمكن للمنظمة أو الشركة أن تحقق النمو من خلاله. اتباع استراتيجية الهجوم والدفاع. إعادة دفع المنتجات الجديدة إلى الأسواق. اتباع استراتيجية النمو المتنوع في المزيج التسويقي. تحسين المنتجات الحالية وإضافة منتجات جديدة. تحسين المنتجات الحالية وإضافة منتجات إيه؟ جديدة. كمان برافو 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 فعلا الإجابة هي ده اللي كتب في ناس كتب ده لا هي ده برافو عليكم وكلكم ممتازين ما شاء الله قايلين فعلا الإجابة هي ده. طيب من أهم المشاكل التسويقية التي يمكن أن تواجه الشركات عند تصدير منتجاتها عند التصدير اللي هي البيئة الخارجية اتفقنا سواء قلت عند التصدير او في البيئة الخارجية الاثنين بمعنى ايه بمعنى واحد ها؟ طيب من المشاكل التسويقية التي يمكن ان تواجه الشركة عند تصدير منتجاتها الى الاسواق الخارجية مين؟ الف ارتفاع تكاليف النقل. ب المنافسة الخارجية. ج اختيار وسيلة الاعلان والرقابة عليها. تمام دال جميع ما ذكر دال جميع فعلا ألف صحيحة وباء صحيحة وجيم صحيحة وبالتالي هتبقى الإجابات كلها صحيحة. وبرضه ممكن مثلا أختار في السؤال مثلا يعني أختار واحدة بس وأغير الإجابات الثانية. أنتوا برضه تبقوا عارفين إن عندنا ثلاث مشاكل اللي هي مشكلة النقل ومشكلة المنافسة ومشكلة الإعلان. طيب السؤال اللي بعد كده يقول من البيانات التي يجب جمعها عن البيئة الخارجية قبل التصدير إليها ما يلي. من البيانات التي يجب جمعها عن البيئة الخارجية قبل التصدير إليها ما يلي. بيانات عن المساحة الجغرافية للدولة المصدرة. بيانات عن تعداد السكان ودخولهم والمنافسة. جيم بيانات عن قوة العمل المتوقعة.
دال لا شيء مما ذكر ابراهيم بعمق وهيلين. فعلا هي الاجابه بقى مجمع بيانات عن تعداد السكان ودخولهم والمنافسه الموجوده ايه الى اخره عشان اقدر اتعامل مع الوضع الجديد. طيب السؤال الاخير في الفصل ده بيقول ايه؟ يتم الانتقال من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الشامل اذا تم في شرط مهم قوي. يتم الانتقال من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الشامل اذا تم. طيب هم شرطين برافو عليك يا علا هيلا. طيب الف زيادة اسعار المنتجات المنافسة، ب زيادة التكاليف لانتاج المنتج، ج زيادة الحملة الامانية للمنافسين، د التأكد من قدرة المنتج على المنافسة، ده أول شرط زي ما علا قالت. الشرط الثاني ولاء المستهلكين له. يبقى فعلا الإجابة هي ب التأكد من قدرة المنتج على المنافسة وولاء المستهلك. أول ما حس إن الناس متمسكين بالمنتج بتاعنا وإن المنتج بتاعنا قادر على المنافسة أبدأ إن أنا أغير السياسة بتاعتي في التوزيع على طول يعني. طيب بعد كده في أسئلة أخذنا في الفصل السادس بعض الأسئلة، مثلا التوزيع الشامل. التوزيع الشامل معناه ان انا ادخل اوزع على مستوى كل المنطقه يا محمد، يعني بتحول من التوزيع الانتقائي ان انا بنتقي شارع معين او حي معين بوزع فيه او مدينه معينه الى جميع الدوله بالكامل. خلاص. طيب السؤال اللي بعد كده، من الانتقادات الموجهه الى مصفوفة تقليل العوامل الخارجيه ما يلي. من الانتقادات الموجهه هو نفس الانتقاد موجه لكل المصفوفات، هو واحد. من الانتقادات الموجهة إلى مصفوفة تقييم العوامل الخارجية ما يلي: أنها تعتمد على الأساليب الكمية، ألف، ب أنها تعتمد على الأساليب ذات الدلالة النهائية، جيم أنها تعتمد على الأساليب الشخصية في التقدير، أنها تعتمد على الأساليب الشخصية في التقدير، برافو هيلين ما شاء الله، ب انها اداه يعتمد عليها في اتخاذ القرار بشكل نهائي. طبعا ده خطا، والاجابه زي ما حضرتك فضلت بجيم ان هي اداه بيعتمد عليها لانها تعتمد على الاساليب الشخصيه في التقدير. طيب السؤال اللي كان بعد كده كان بيقول من اهم عيوب استخدام الاساليب الشخصيه، نفس الكلام، اساليب شخصيه نفسها نفس الكلام، من اهم عيوب استخدام الاساليب الشخصيه للتنبؤ بالمتغيرات البيئيه ما يلي: أنها تعتمد على قيم كمية دقيقة، ب أنها تعتمد على نتائج الأعمال، جيم أنها تعتمد على الخبرة والتقدير الشخصي، أنها تعتمد على الخبرة والتقدير الشخصي، برافو هيلين، د أنها أساليب ليست دقيقة لكنها واقعية، طبعا ما ينفعش، برافو عليكم هيلين ما شاء الله. أنا شايف نسبة كبيرة بتشترك معنا في الإجابة وده شيء جميل، ده بيدل على ان انتوا ما شاء الله فاهمين كويس يعني. طيب السؤال في الفصل ده الاخير في الفصل ده بيقول ايه؟ يتم ترتيب المنافسين. انتوا عارفين ان درجه المنتصف عندنا اللي هو على المقياس بتاع المصفوفه 2.5، قبل 2.5 بيبقى حاجه وبعد 2.5 بيكون حاجه ثانيه. ها؟ طيب يتم ترتيب المنافسين عند اعداد مصفوفه الملامح التنافسيه او اي مصفوفه، مش لازم الملامح التنافسيه، يعني لو شفت الملامح التنافسيه وحطيت اي حاجه الداخليه والخارجيه واحد. يتم ترتيب المنافسين عند اعداد مصفوفه الملامح التنافسيه كما يلي: اذا وقعت الدرجه المرشحه الكليه للمنافس ما بين 1 إلى 2.5 يكون في منطقه القوه، ينفع الكلام ده؟ ب اذا وقعت الدرجه المرشحه الكليه للمنافس ما بين 2.5 إلى 4 يكون في منطقه الضعف، جيم إذا وقعت الدرجة المرجحة الكلية قبل 2.5 يكون ضعف وبعدها يكون قوي، هيلين ما شاء الله ما شاء الله، ده ألف وباء معا، ما ينفعش طبعا، كانت الإجابة هي زلزل حضراتكم إيه تفضلتم. طيب بعد كده أخذنا بعض الأسئلة في الفصل السابع، منها مثلا على سبيل المثال، احنا بناخد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وبأكد على ذلك وهأكد في نهاية المحاضرة مع حضراتكم على النقطة دي. طيب بعد كده أخذنا إن وظيفة التنظيم هامة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال المرحلة، فاكرين؟ وظيفة التنظيم هامة لعملية إدارة الاستراتيجية خلال المرحلة: ألف التنفيذ أو التطبيق،
باء الاعداد او الصياغه، جيم التقييم او الرقابه، دال تحليل النتائج النهائيه. ما شاء الله، برافو ايلين، فعلا هي في مرحله التنفيذ او التطبيق اللي هي ايه اللي هي الف. وانا شايف في ناس داخله معانا يعني اكثر تدات لسه داخلين معانا الان في الاجابات، وده شيء طيب ما شاء الله ما شاء الله. طيب بعد كده في سؤال كان بيقول ايه، عند حدوث انحراف في النتائج، عند حدوث انحراف في النتائج فانه يجب على الاداره، لان الهدف لم يتحقق ويحصل فيه انحراف، الاداره بتقوم ببعض المراجعات، صح؟ طيب الف، مراجعه وظائف الاداره، ب مراجعه وظائف المشروع، ب مراجعه وظائف المشروع، ج مراجعه الاهداف والخطط والبرامج، ج مراجعه الاهداف والخطط والبرامج. ايوه مالكم مترددين ليه؟ فعلا الاجابه هي ج مراجعه الاهداف والخطط والايه والبرامج، هايلين ما شاء الله عليكم. د الف وباء معا، ألف وباء معا، وفعلا الإجابة حضراتكم هي جيم اللي هي مراجعة الأهداف، وبعد كده براجع الخطط، وبعد كده براجع البرامج. طيب أيضا كان في سؤال بيقول إيه، إن بعد تحديد رسالة المنظمة، وكثير منكم بيسأل على السؤال ده ما أعرفش ليه، السؤال ده فيه صعوبة، ما فيش صعوبة في السؤال ده، كثير بيبعتوا لي على السؤال ده، إن بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات، خلاص عرفت الرسالة بتاعتي واتعرفت على الفرص والتهديدات، الفرص والتهديدات اللي هي هي البيئة الخارجية، الفرص والتهديدات اللي هي البيئة الخارجية. السؤال بيقول ان بعد التعرف على او بعد تحديد رسالة المنظمة والتعرف على الفرص والتهديدات اللي هو البيئة الخارجية، يعني بيقول له الخطوة التالية هتكون ايه؟ الخطوة التالية هتكون ايه؟ برافو يا ريم، هتكون ان انا وعبيه، برافو يا ريم، هي البيئة الداخلية على طول يا محمد، تمام. طيب الف، تحديد السياسات والاستراتيجيات والبرامج، ب تحديد الاهداف العامه والفرعيه، ج دراسه البيئه الداخليه لتحديد نقاط القوه والضعف على طول، ايوه كده هايلين، د تحديد اجراءات الايه العمل. سؤال سهل جدا. طيب نيجي بقى في الفصل الثاني، برضه كان في بعض الاسئله، مثلا منها تتحدد متطلبات اعداد الخطط الاداريه في الاتي، تتحدد متطلبات اعداد الخطط الاداريه في الاتي، المتطلبات هناك عندنا بعض المتطلبات عشان نقوم بعمليه الخطط، فاكرينها الاداره العليا لازم تكون مقتنعه بالتخطيط ومش عارف ايه. طيب الف، تحديد ميزانيه مزايا وعيوب الاستراتيجيه، ينفع الكلام ده؟ الف، تحديد مزايا وعيوب الاستراتيجيه. طيب ب تحديد مزايا وعيوب الخطه، طب انا مالي برضه بالخطه. طيب جيل، تحديد الاستراتيجيات البديلة، دال لا شيء مما ذكر، دال برافو بايدين. طيب هسألكم سؤال، ينفع أشيل دال لا شيء مما ذكر وحط الإجابة؟ هتتلخبطهم؟ يعني لو أنا شلت مثلا دال لا شيء مما ذكر دي وحطيت لكم الإجابة الصحيحة، سهلة ولا صعبة؟ طيب خلاص يبقى برضه ما تتلخبطوش خالص ابدا ولا اي حاجه تهزكم، اقرا السؤال كويس وافهموه كويس وشوف حدود بص المطلوب ايه، وان شاء الله ربنا هيكرمكم. ايضا من ضمن الاسئله في هذا الفصل كان بيقول ايه، عند وضع برنامج للتخطيط يتضمن الاطار التنظيمي لجهاز التخطيط، فانه يجب تحديد ما يلي، الف، العمليات غير المطلوبه والاقسام غير المنتجه، ب الواجبات الوظيفية لإدارة الإنتاج، الواجبات الوظيفية لإدارة الإيه الإنتاج، جيم الواجبات الوظيفية لإدارة التصوير، ولا كل ده يهمني، دال أهداف التخطيط والعلاقة بين المستويات الإدارية. برافو عليكم عايزين فعلا عشان أضع برنامج للتخطيط لازم أعرف أهداف التخطيط والعلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة داخل المنظمة، وبالتالي بتكون الإشارة زي ما حضراتكم تفضلتم هي داخل. أيضا من الأسئلة اللي احنا أخذناها خلال هذا الفصل بيقول إيه؟ يرى البعض أن التخطيط له بعض العيوب، صح؟ عشان قلنا هو مش عيوب خالص، انما هي حاجات بديهيه يعني، بس احنا قلنا هندرس برضه وجهه النظر الاخرى يعني. قلنا بيرى البعض ان التخطيط له بعض العيوب، منها الف انه غير مكلف، ب انه
يوجه الإدارة إلى المشكلات المحتملة. دال عدم دقة البيانات يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف. دال الاهتمام بالمستقبل أفضل من الحاضر. برافو برافو. هي جين. بعض الناس قالوا إن أنا لو استقبلنا بيانات غير دقيقة فدينا إيه إن الأهداف مش هتتحقق. وده صح. يعني زي الكمبيوتر ما قلت لكم يعني هتعطوه بيانات هيعطوكم مخرجات بس المخرجات تبقى طبعا ايه غير دقيقه وده شيء بديهي يعني وبالتالي مش هتبقى ايه عيب يعني انما احنا بنعرف وجهه النظر الاخرى فالبعض بيرى ان عدم دقه البيانات تؤدي لعدم تحقيق الاهداف اللي هي تشيل. طيب كويس. بعد كده في الفصل التاسع اخذنا بعض الاسئله ايضا منها قائمه المراجعه الماليه تحتوي على التساؤلات التاليه. قائمة المراجعة المالية بتحتوي على التساؤلات التالية. المراجعة المالية طيب ألف ما هو حجم قوة البيع بالمنظمة ينفع؟ باء هل ترتفع نسب التغطية مع الوقت ينفع؟ برضه الكلام ده بالعقل كده بالعقل يا وائل ها يا وائل. طيب وليه برضه مصممين على باء؟ طيب هي مش باء أنا غير الإجابة خالص غير الإجابة ينفع يعني. طيب غير الإجابة. جيم هل ترتفع نسب السيولة مع الوقت؟ ينفع نسب السيولة والتغطية تبقى الإجابة إيه؟ اكتبوا لي كده بسرعة تبقى الإجابة إيه؟ برافو دال يا فاطمة برافو يا فاطمة دال اللي هي ألف باء وجيم معا الإجابة دال باء وجيم معا باء صحيحة هل ترتفع نسب التغطية مع الوقت وجيم صحيحة اللي هي هل ترتفع نسب السيولة مع الوقت وبالتالي بتكون الإجابة هي باء وجيم معا. يعني انا ممكن اشيل مثلا ايه باء او جيم او احط باء وجيم الاثنين مع بعض فيها مشكله؟ مفيش مشكله خلاص يبقى الاجابه باء وجيم معا. ايضا من الاسئله اللي اخذناها ان قائمه المراجعه لوظائف المشروع بتضم مجموعه من الاسئله. يعني لما اجي اراجع وظائف المشروع هذه القائمه اللي انا بعملها دي بتضم مجموعه من الاسئله. ها قائمه المراجعه لوظائف المشروع تضم اسئله الاجابه عليها هي ألف لا توجد إجابة محددة. باء حسب ظروف كل حالة. برافو عايزين إن شاء الله عليكم كويس. جيم لا تعتبر نقطة ضعف ونعم تعتبر نقطة قوة. إن شاء الله إن شاء الله. لا 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 إن شاء الله بكرة هتطولوا رقبتي وإن شاء الله هترجعوا مبسوطين إن شاء الله. دال وفقا لظروف المنافسة الخارجية. دال وفقا لظروف المنافسة الخارجية وده طبعا ايه ما ينفعش وبالتالي تكون الإجابة هي ايه جي القائمة بتضم مجموعة من العناصر. إذا جاوبت لا معناها إن نقطة ضعف عندي لازم أعالجها وإذا جاوبت نعم معناها إن نقطة قوة لازم أركز ايه عليها. طيب بعد كده في الفصل اللي بعد كده العاشر كان في هناك بعض الأسئلة أيضا منها بتقول ايه الميزة التنافسية التي تسعى إليها المنظمة أو الشركة تعمل. الميزة التنافسية احنا عرفنا الميزة التنافسية قلنا مقدرة الشركة على حاجة كده معينة ها قلنا الميزة التنافسية هي مقدرة الشركة على شيء معين. طب خلينا نقول معايا الميزة التنافسية التي تسعى عليها المنظمة والشركة تعمل. ألف قدرة المنظمة على أداء أعمالها بشكل معقد. إن أنا أدي الأعمال بتاعتي بشكل معقد ما ينفعش ماشي أوكي. طيب باء قدرة المنظمة على أداء أعمالها بشكل بسيط ينفع. طيب جيم قدرة المنظمة على أداء عملها بشكل يصعب تقليده من قبل المنافسين بشكل يصعب تقليده من قبل المنافسين هيلين أيوة كده برافو عليك. دال قدرة المنظمة على أداء عملها بشكل مرن طبعا ما ينفعش والإجابة هي زي ما حضرتكم تفضلتم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عليكم هي جيم إن المنظمة بتأدي عملها بشكل يصعب على المنافس إن هي إيه يقلدها. طيب بعد كده في الفصل رقم 11 كان في برضه بعض الاسئله البسيطه والسهله منها بيقول مثلا من سمات الاهداف الفرعيه او التشغيليه. طيب قلنا ان في عندنا اهداف عامه واهداف فرعيه او تشغيليه والاثنين عكس بعض. طيب من سمات الاهداف الفرعيه او التشغيليه ما هي؟ انها تحتاج الى استراتيجيات ها ولا سياسات. طيب باء انها طويله الاجل ولا قصيره. طيب جيم انها قصيره الاجل وتحتاج الى سياسات. انها قصيره الاجل وتحتاج الى
يا ساتر، سيدين سيدين ما شاء الله، بال ألف وباء معا، وطبعا ده ما تنفعش فعلا. الأهداف قصيرة الأجل أو الأهداف الفرعية التشغيلية قصيرة الأجل وتحتاج إلى إيه؟ إلى سياسات. طيب في سؤال أيضا بيقول إيه؟ من أهم الشروط أو المواصفات التي يجب مراعاتها عند وضع الأهداف بشكل عام، كان عندنا بعض الشروط أو المواصفات اللي المفروض تكون متوفرة في الأهداف بشكل عام، سواء كانت قصيرة أو إيه؟ أو طويلة الأجل أو عامة أو فرعية أو تشغيلية إلى آخره. طيب ألف، أن تكون كمية وواقعية. ينفع الكلام؟ ينفع الحصة؟ ماشي يا ريم وأنت وعلا، ماشي أوكي ماشي. طيب باء، أن تكون قابلة للقياس. ينفع برضه؟ طيب جيم، أن تكون مفهومة وواضحة. ما شاء الله عليكم عيلين. طيب أنا بحاول يعني أغلطكم أو أأثر عليكم، ما فيش فايدة. طب قلت كتبت الإجابة قبل ما أقول تبقى دال اللي هي جميع ما ذكر، فعلا هي ألف وباء وجيم. فيها مشكلة يا ريم أنت وأحمد أو أي حد أو جبران إن أنا أجيب إجابة واحدة بس وغير الباقي، مفيش مشكلة. طيب أيضا بعد كده أخذنا الفصل الأخير اللي هو تطبيق الاستراتيجية والرقابة عليها، وخدنا عدد من الأسئلة، منها على سبيل المثال يتعامل نموذج تحليل القوى مع نوعين من القوى، وانتوا عارفينهم طبعا. ألف، القوى المؤيدة والقوى المعارضة. باء، القوى الاقتصادية والقوى القانونية. جيم، القوى الدافعة والقوى المعوقة. القوى الدافعة والقوى المعوقة جيم. تمام. دال، ألف وجيم معا. دال، ألف وجيم معا. فعلا أنا عندي قوى مؤيدة وقوى معارضة. القوى المؤيدة بسميها قوى دافعة، صح ولا خطأ؟ والقوى المعارضة بسميها قوى إيه؟ معوقة. سواء جبت واحدة منهم أو جبت الاثنين فتبقوا خلي بالكم منهم. القوى المؤيدة دافعة، والقوى المعارضة معوقة، معروفة يعني. طيب بعد كده أخذنا سؤال برضو بيقول إيه؟ عندما يقوم المدير بتطبيق الاستراتيجية الجديدة باستخدام دورة التغيير بالمشاركة، يعني كان عندنا نوعين، دورة التغيير بالمشاركة ودورة التغيير بالدافع، فاكرينهم؟ طب أنا هنا بسأل على دورة التغيير بالمشاركة، كان في سمات للمدير كده. طيب عندما يقوم المدير بتطبيق الاستراتيجية الجديدة باستخدام دورة التغيير بالمشاركة فإن عليه اتباع ما يلي: ألف، اشراك العاملين معه منذ البداية من المرحلة الأولى لما خرج السيارة. طيب ماشي أنا موافق. باء، إقناع العاملين بالاستراتيجية من خلال قوة الشخصية بتاعته، إقناعهم تمام برافو أيوة كده. طيب جيم، تهيئة العاملين وتوفير معلومات لهم عن الاستراتيجية. يبقى الإجابة إيه؟ يا الدور، برافو 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 عيلين، ما شاء الله ما شاء الله عيلين، فعلا الإجابة ألف صح وباء صح وجيم صح. يبقى الإجابة إيه؟ باء. انتوا عارفين ان دي دورة التغيير بالايه؟ بالمشاركة. دورة التغيير بالدفع العكس بقى، ها؟ طيب كان في برضه سؤال بيقول ايه؟ قد يلجأ المدير الى تطبيق الاستراتيجية الجديدة من خلال دورة التغيير بالدفع، لذلك فان عليه الف ان يستخدم قوة شخصيته. ينفع بالدفع؟ ما ينفعش يستخدم الشخصية. طيب معلش هاخد منكم دقيقتين كمان، ها؟ طيب ألف، أن يستخدم قوة إلى قوة الشخصية. باء، أن يفرض التغيير من خلال القوة الرسمية. يستخدم قوة الرسمية في فرض التغيير. ما شاء الله عليكم هايلين فعلا صح. طيب جيم، إشراك العاملين معه في مرحلة التنفيذ. إشراك العاملين معه في مرحلة التنفيذ ما ينفعش برضه. طيب دال، اقناع العاملين بالاستراتيجية. دال، اقناع العاملين بالاستراتيجية. ينفع؟ يبقى هي فاطمة باء بس. برافو عليك يا فاطمة، كلكم ممتازين، اجبتم على الاسئلة بشكل ايه؟ بشكل جيد. طيب كان في برضو بعض الايه؟ بعض الاسئلة بيقول ايه؟ من مواصفات نظام الرقابة الفعال للاستراتيجية يتحدد فيه، او مواصفات نظام الرقابة الفعال للاستراتيجية يتحدد فيه. ألف، أن يكون وقائيا قبل أن يكون علاجي. ها معايا؟ طيب أنا موافق ماشي. باء،
أن يكون اقتصاديا وواقعيا، أن يكون اقتصادي وواقعي برضو تنفع بقى ماشي. جيم أن يكون مفهوم لكل الناس، صح، برافو برافو. تبقى الإجابة إيه؟ ما شاء الله، ألف صحيحة وباء صحيحة وجيم صحيحة في الأداب. فيها مشكلة لو أنا أخذت إجابة واحدة بس وغيرت الباقي، وأنا بكرر كل مرة عشان أفكركم. طيب ما فيش مشكلة. آخر سؤال بقى ممكن أقوله لكم، بيقول من أدوات الرقابة التشغيلية، من أدوات الرقابة التشغيلية على تنفيذ الاستراتيجية ما هي؟ ألف الاستراتيجيات البديلة، ألف الاستراتيجيات البديلة، جيم السياسات المتاحة، ما ينفعش برضو يا عمر. طيب دال دال ألف وباء، سوري جيم ألف وباء، دال الموازنات والجدولة وعوامل النجاح، دال الموازنات والجدولة وعوامل النجاح. ما شاء الله عليكم هيرين، فعلا الإجابة هي دال الموازنات وعوامل النجاح والإيه والجدولة. طيب بعيد مرة أخرى بقول لحضراتكم إن الأسئلة اللي احنا أخذناها عبارة عن بعض الأسئلة المنطقة، لأن وقت المحاضرة قصير مش ينفع نعيد كل الأسئلة، والأسئلة اللي أنا قلتها لحضراتكم الآن موجودة عندكم في الألفوانت الأسئلة، أو الأسئلة اللي أنا كنت بعطيها لكم في نهاية كل فصل، ما قلتش أسئلة جديدة. ها مش معنى كده إن أنا اخترت بعض الأسئلة ها عشان برضو البعض ما يجيش بكرة يدعي عليا ويقول يا دكتور وأنا لا أستحق ذلك، أنا أستحق إن أنتوا تدعوني ولا تدعوا علي. فأنا بقول لكم من الآن دي أسئلة منطقة، مش معنى كده ممكن تيجي كلها، ممكن يجي جزء منها، ممكن ما يجيش خالص. وبالتالي قلت لكم إن أفضل وسيلة للإجابة للمذاكرة بكرة عشان ما أطولش عليكم، بتجيبوا بتقروا السؤال الأول الفصل، تقروا الفصل الأول في دقيقة أو دقيقتين بسرعة، لأن أنتوا فاهمين. تجيبوا الأسئلة بتاعت الفصل الأول مثلا أمامكم، وتحطوا الأسئلة بدون إجابات، وتقروا السؤال وتحاولوا تجاوبوا عليه بينكم وبين نفسكم، ولا تلجأوا إلى الإجابة إلا إذا شعرتم بأن الإجابة مش صحيحة. إنما لو أنتم شعرين إن الإجابة صحيحة شوف السؤال الثاني والثالث وخلصوا. يبقى أنسب طريقة للمذاكرة زي ما قلت لكم، ويا ريت تتبعوها، حطوا أمامكم الأسئلة بدون إجابة، أو تغطوا الإجابة كده بأي حاجة، وتحاولوا تقروا السؤال وتجاوبوا عليه. وبكرة إن شاء الله أثناء الاختبار كونوا واثقين في نفسكم، أنتم ممتازين وإن شاء الله هتحلوا الاختبار كله بإذن الله. كونوا واثقين في نفسكم وكونوا يعني كده تمتعوا بالهدوء، اقروا السؤال كويس، افهموا السؤال الاول. مش مهم يعني، مش صح ان انتوا تخرجوا بدري وتقولوا يا سلام احنا خلصنا بدري وطلعنا بدري يبقى احنا ممتازين، لا، اجلسوا اقروا السؤال كويس وافهموه كويس وحددوا الاجابه بالظبط وتوكلوا على الله، وان شاء الله ربنا هيكون حليفكم باذن الله غدا وهتحققوا نتيجه كويسه. وانا موجود معاكم على المنتدى لو اي اسئله تحت امركم. بتمنى لكم جميعا التوفيق، وبكرر شكري للاخت اريج انها تعبت معاكم، والاخت عبير ايضا تعبت معاكم، بشكركم جزيل كلكم، شكرا جزيلا بالاسم فرد فرد عشان برضو ما انساش، بس انا بخص دول لانهم حطوا لكم الملخصات على المنتدى، فانا بشكركم جزيلا وانا بشكركم من نيابه عنكم شكر جزيل، واستودعكم الله، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.